السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير ورضا ونشاط، صباحكم حيوية ورضا من الله، صباحكم كل شيء زين، صباحكم كل شيء فنان وغاوي وزين ولا شيء شراته في الدنيا العود، وصباحكم الصباحي والورد والميلاحي، وصباحكم صباحي صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين. والله مليون مرحبا مليون مرحبا، أموري طيبة وناش شبعان رقاد، صليت ورديت رقدت مرتين ثانية بعد قبل ما رقد، كان راسي وايد يعورني زيادة على اللزوم، أول مرة راسي يعورني من الطبول، ما تعرف شمه من هاللوادم اللي شفتهم، ما شاء الله تروعت ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ربي صح كلي كبدي كعال وكعال وكعال وكعال، وانا يا سوي فوق اليوم عاد يوم الحلاقه ويوم زلاغ الوجه ويوم يعني البارحة كان شوي وجه مجشعر، سوينا له شويه صيانه. السلام عليكم، صباح الخير صباح الخير، ويني هذه صبحك الله بالخير يا المبروكه، وصبحك الله بالخير يا الكريم، وصبحك الله بالخير يا ليودي، وصبحك الله بالخير يا الفنانه يا الصخيفه يا الرهيبه اللي ما حد شراتش في الدنيا العوده، كل ما خطفه سلم عليها لانها كريم، الكريم ما حد ما يحبه، حد يبغض الكريم، الكريم ابوي الكريم حبيب الله سبحانه وتعالى، الكريم حبيب الله، حد ما يداني الكريم، الكريم ابوي ما حد شراته، وهاي ابوي شيره الكريم، كان شيره ولا جمال ولا اي شيء كريم الناس تحبه، ارض كل شيء. اللي ما يحب الكريم الله لا يحبه، العين ما شافته، اللي ما يحب الكرم، اللي ما يحب الكرم العين ما تشوفه، منو يدانيه ولا منو يشاهده؟ البخيل، البخيل يا ابوك ما يتشاهد لا في السعايه ولا في الرعايه. الكريم البخيل والمنان، المنان هذا اللي عاير بعطيته، يوم عطيت الفلانيين وهاك اليوم نسوا طيبي ومعروفي عطاياي اهلهم، عطايا عطيتن يتبعها اذى، عطيتن يتبعها معايا، عطيتن شوفوني عطيتن بس يعني حق المدح، امدحوني ولا بعاطنكم انزين، اعطوهم فلانيين فقاره، لا هاك اليوم عطيناهم حتى ما طروه ولا شكروا، عجيب تبهم يعلون في الجريدة عظمة لا شيء ما يرزق، تبون يشيعون وذيعون يحطون في الجرائد الأخبار أنكم عطيتوهم الشيء الفلاني، خطف حول أبوي ما عطيتهم الفلاني، لا 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 العام أبوي عطيناهم وكلوا وسكتوا، كلوا وسكتوا ولا طروا ولا قالوا يانا مع الفلانيين ولا قالوا دعوا لكم جزاكم الله خير، بس عطيتوهم الحمد لله، ما بلازم يا ابوكم نشرت اخبار واعلام والدنيا كلها تدري بهالعطيه، عظمه شيء ما يرزق والله يا ابوكم، يا حد منهن يدورن السمعه، لو من يدورن السمعه من ادنات ما عليه، الوادم عطت ابوي خيول وركاب ما حد درابها، الوادم اللي من غير عطت خيول وركاب ما دروبهم، هذا عفان الله حد من العرب من يعطي ادنات الدون، ذا وذا ما خلى حد في الدنيا العوده، عطيت فلانيين ولا طروه، كلوا وسكتوا والله ولا حد درابهم، ما خبرونا نحن اعطيناهم الشيء هذا، ولا دقوا تليفوني تشكرون، طالت عماركم لا خلينا منكم، ما علي شافوكم يتصفه ما علي ما شيء مشكله، ولكن ولا ان شكرتم لازيدنكم، هذا الله سبحانه وتعالى يقول يا خير انتوا وحينا انطرشتوا شيلة عيش طرشوا سلام وطرشوا باقة ورد وشكر، انطرشتوا عدنا صحين في أربع حبات عيش وسميش مقلاي ما اتصلتوا تشكرون، أنا أبو الناس أبو كتبت بيوت وعطت المزارع وعطت الهدايا وعطت الخيول ورشاب وعطت سيائر، ما حد يعني طنز الموضوع هذا، يعني ما عليه بالشكر مرة مرتين ثلاث خلاص عادة كل يوم، يا والله يعني غمضك الموضوع اللي هنمونه انك يعني كل من حد عطاه شيء يعني لازم تطرونه ولازم تخبرون الناس كلها، ف
فريجكم هذا كله لازم يجي خبر أنكم أنتوا عطيتوا الشيء الفلاني، أنكم أنتوا عطيتوا الشيء الفلاني، وصلكم الشيء الفلاني بالبيت الفلاني، ما عليه بيعطرونه لو إنه شيء يعني بهيتم البهاية جاية، شيء كبير عظيم، شيء بسيط ما يذكر، والله إنه ما يذكر، ما يستاهل، ما يستاهل، ما يس شيء لا يذكر، يعني ما يسوى الرمسة كلها، ولا يسوى فاتورة حتى التليفون، قيمة المكالمة ما يسواها. ليش ما طروه؟ ما حب يطري. لله رب العالمين. نصبح اليوم الزراعة مدرجة من عقب الغسال البارحي. هذا خلال الهنبة، وخلال الهنبة هذا خلال الهنبة، تو عاقد. الله يا رب انك ثبته، يثبت 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 يا ابوك، ان شاء الله انه بيثبت، ان شاء الله ان شاء الله. كان هالعبادة كلها ما بيثبت، هاي مصيبة. الله كريم الله كريم الله كريم. ليه في نصيب هو اللي بيتم، حطينا الهدويات والفيتامينات والمثبتات، الحين حتى الحريم من ياتوها تحرك في بطنها الضنع، قالوا اعطوها ابرة مثبت. انا ابو ابرة مثبت ترى لصق بالبانه هو، والله انا حشر تحرى لم لصق بالبانه عدنا تدعو، اعطوها ابوي ابرة مثبت، اعطوها ما ادري شو، خلوها ابوي تخف على عمرها من الحركه من اللي بناقص، وبتغادي بخير وسهاله، وبيثبت الحمل، وتغادي حركتها شوي ونيه. هنا حل منكم ميوز بنيته، ميوز بنته، واللي ميوز واللي ميوزه وليدها، مصبح ابو البنيه عندها تحوط شرق وغرب والدتش، لا قولها مايا الاول يوم في بيت اهلك، في بيت اهلك دتشي برايك الاول، انت بنيه راي الحين توه ابوي حمالك، روفي بعمرك شوي شوي عن الركيض وعن الدبيج، لو انت خالي، لو خالي صندوق خالي، لا اليوم صندوق ممزور في بطنك امانه، الله الله فيها، لا تنقزين ولا تصولين ولا تيودين، صلتي ويلتي الاول يوم انت ابوي خليه، وحين ابوي ممزوره، هذا اللي في بطنك ابوي هذا امانه، الله الله فيه، حافظين على وليد الع... ها صلاح يلا يلا بي، ها السلام عليكم، ها كيف الحال؟ ايوه ما شاء الله ما شاء الله، ولا تسكها بعدها، يباها كم يوم هذه؟ 4-5 أيام يباها. انزين ها خل هذا قرطاس هنا عشان ما يجي طير، انت تفهم طير عصفور باللي. انزين شامبي سلام عليكم. أنا نسيت ما قلت لك سلام عليكم. حليلك يا شامبي. شامبي وين غنية ما صباح؟ لازم غنية، لازم غنية. أنت بتدن؟ هي. إناي 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 إنا درد دواي بانور جولا ببند ما تربتي ناي ما تربتي ناي إناي 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 إنا درد دواي بانور جولا ما بند ما تربتي ناي ناي لا الله ناي. ها وليش ما قطعت الورد؟ ها أمس أنا قلقت ما مقال اليوم ما قط. ليش؟ حق الاخر بيحب يخترب حب الله تكنت وياه. ما اتذكر مالتك وين هذه؟ صباح الخير حليل هاو ار يو تمام رقم اثر ما براقك زين انت صح؟ ايه لا وجهك تعبان انت عسر 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 ليش صلاح النمونه؟ ما تدري وين سرت وين جيت اليوم؟ شو اخبارك علوم؟ بس خلاص وحيد بس زين ماشي مشكله الجو اليوم الجو شو شو عزيزة ما عندي لا بعد موعد هسه تاريخ 7 لا ما خميس زين وينك وين الخميس؟ هذا ابوي ريوقنا اليوم دلقوا وافتحي هاي وهذا الجيمات وهذا شو عاد داخل الحين؟ هذا بمسكت النهدى عاد شو داخله الله اعلم محشاي شو هذا ما بينت بتر بينت بتر كل هذا؟ وهذا شو هذا مطروح بعد بينت بتر؟ شو هذا بعد؟ شرب شرب انت؟ صلاح شفت محسن شو مسوي؟ شو مسوي اليوم؟ شو مسوي محسن؟ فول اشو؟ طماطم يا سلام يا سلام يا سلام
شوف حلو انت دقت حاجه حلو. ليه مش جايينك صالح على محسن؟ بتيك على ارده بلاده ولا تبغيه؟ دعيت تريده؟ شفت قال؟ مع امريكا يلا تعال وين؟ مع امريكا صار بتيك مع اسد. تبقى اسد لو تبقى محسن انت؟ ولا اثنين اثنين تبقى؟ اثنين مش ليش؟ شو حين شو قلت صلاح؟ شو؟ لا هذا زين هذا زين وهذاك زين جسم لا حول حق منو محسن هذه؟ صلاح وليش هالمتن؟ صغيرون بس متريج وانت ابدا فاتشنا ثمك على طول ما تقول لا الله العظيم يلا عادي يلا انت يلا هي شو الحين صلاح ما تقول متريج ما تقول بطني ممزور متى اقول ما تعقها في بطنك يلا ما بتصورك شوف هي حصة ترى كل مرة ثانية لا خلاص 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 ما أكل ما أكل ما أكل يا بنت أحمد ترى ما أكل ما أكل صلاح ولا كل ولا يا قرب هاي سندويش اللي تبغاه مسوي رجيم يقول لك صلاح يقول لك مسوي رجيم وهذا اللي ياكله ما بمال ضد الرجيم ويا الرجيم بس صلاح ها خلاص يا ما صلاح ول 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 صلاح ما شايف زعلت صلاح يا ربي صلاح صرات سيدة ما شي 26 هضمة ما ادري شو هاللي يسوون مال بالرجيم شو تقول الحين انت موسى منو اسد ما تقدر تروح معاه حبيبي ممنوع سفارة أمريكية ليك بابا يتذكر ايه دخلون بابا يقولهم ها شو هذا بيت مبارك بنصلهم شوف ايه شو هذا مقبي بعد شكرا جزيلا مخنا لريحته وهو حاء يا براوي صلاح بعد سراوي صار خليك صلاح شوف زين تبقى شوية لا بعدين 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 شكرا دواركا everybody said how are you now very much okay ما شاء الله الحمد لله الحمد لله حياكم الله جمهورنا الكريم تاريخ 7 و 8 مارس على مسرح مركز الثقافي إمارة عجمان عرض مسرحية هلا بالخميس مرحبا ارفع الشاشة أقولكم صلاح يرمس أمريكا أبوي ما بنخليني أرمس أقولكم تاريخ 7 و 8 ترى ما شي باجي عنهم باجي يومين 7 و 8 مسرحية هلا بالخميس عندكم في عيمان وانتو هالم قيوين ترى قريب عيمان عليكم وانتو هاي الشارج بينكم وبين ابوي عيمان دوار فاعتقد هذا العرض اخر عرضين عندهم اخر عرضين في دولة الامارات اكثر منطقة سوت فيها عروضات دولة الامارات لانها في اقبال على المسرحية المسرحية لو ما كانت جيدة ما استوى هالاقبال كله فالحين وصلت ابوي عيمان اخر محطة لها وعرضين تاريخ 7 و 8 عندكم في عيمان كل ما حد قالكم العنوان موجود ياك الحين تبحتشر؟ عزب ايه؟ منو؟ كفالك جي ايه؟ زي وين الفلوس؟ وين الفلوس؟ تاني تاني وتالت سلامات بلاش من متى ما عطاك فلوس؟ لا وين زمان كم يوم؟ ها؟ وين وين صلاح من سنة ما عطيته شيء؟ لا عادي كذا عادي حرام عادي وما ليش عادي؟ يبون بخشيش العرب عبنوه هذاك وين تلعزت؟ الموضوع فين الفلوس؟ ما بيلقى بكلام انت كلام كلام سر ابوي سر ما بيعطيك شيء دواء دواء الحين يميع البيزات عندك انت يميع البيزات صلاح فلوس ماشي خلاص ها شو تريد انت الحين؟ لا 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 بس خلاص احنا بنصير نحن عندنا شغل اقول لكم نحن بنصير ترى مدينه خليفه الحين مدينه خليفه عندنا تغطيه ابراهيم اي مكان في مدينه خليفه نحن ساري مدينه شخبوط
مدينة شخبوط عندنا مشروع بنك الطيب. احنا سايرين الله يحفظكم مدينة شخبوط نسوي تغطية على مدرسة. المدرسة هذه بتعرفون كل علومها من أول ما نوصل مدينة شخبوط. شوف الله عليكم الطاقة دلة بالفنيال بالمقصر ها هذه الدلة. شو أقولكم؟ أمور والله يا أبو كله بالصدفة. مساكم خير ونور وسرور. ما بلازم يدن وخلاف يقولوا مساكم الله بالخير. حيتناصى في النهار. هذه المدرسة اللي نحن جايين حسبها وين موجودة؟ في مدينة شخبوط. في مدينة شخبوط في نص البيوت ونص الفرجان ونص المخافر ونص مراكز مالها بالمطافي ونص البيوت ونص الفلل ونص الدنيا كلها في مجمع قربك الأسواق والمدارس والمسايد. وها شوف منطقة جديدة حديثة وهذه هي المدرسة بلاد من كبرها. وقفنا السيارة وهذه المدرسة على ما تشوفون. وهذا الرجال مال السكيورتي مالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام الخير. عليكم السلام. هذا عمل. السلام عليكم. ما علي صورت عادي؟ تفضل. وانتي اوكي؟ مش مشكلة؟ اقول لك شو تفيدينا؟ كيف نقدر ناخذ تور في المدرسة كاملة؟ بالمدرسة كاملة؟ كاملة من اولها لين اخرها. نبغى نفتل فيها فصل فصل من ادارة من 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 مرافق عامة من حص من كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يختص بالمدرسة نبغى نسوي له تغطية. طيب تمام ولا يهمك. بس بدي اطلبك بطاقة هويتك ونسجل عند الاستقبال. وين الاستقبال غير عنكم انتم؟ لا عند السكيورتي. ايوه تمام. اللي هنا هذا روتين عندهم بعد اذا بتي لازم اول باب يصير ابويا سكيورتي. انا ما شفت السكيورتي يفتح لي الباب ودرع عند سيده ترى لا لازم اول شيء السكيورتي وتعطيه الهويه ويدخلونك سيده جدا موظفتها. استاذ مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حياك الله. قال لي انك انت مسؤول عن الاي تي والكمبيوترات والسوشيال ميديا كلها. نعم نعم زين نعم. نحن الحين الاخ هذا اخذ معلوماتي الحين من بعد السكيورتي هذا وين نقدر نسير وين نقدر الحين الغرفه اللي قدامنا شو هذه هاي غرفه مراقبه الكاميرات هل اللي عندها الحرمه نعم. هذه نعم نعم هاي غرفه المراقبه. السلام عليكم. هاي وات از ذس هير فور ذا كاميرا. Could we go inside? Sir, we need to ask permission first to the school principal. أيوة. هذا هاي غرفة مراقبة الكاميرات للمدرسة كلها. فمن القوانين الصارمة في المدارس إنه يمنع منعا باتا أي إنسان يدخل الغرفة هذه. لا مصور، لا شرق ولا غرب إلا بموافقة من سلطات عليا. ممنوع أي إنسان لأن غرفة المراقبة هذه اللي تشوفونها هاي. تصوير مباشر عن كل الفصول وكل الممرات كل شيء كل صادر وارد داخل المدرسة فلذلك يمنع منعا باتا دخولها فما طاعت يعني شيء. طيب معا وين بنسير الحين؟ مس حياة المديرة. زين زين أي دور هي موجودة؟ الثاني. زين توكل معنا. السلام عليكم. السلام مس حياة كيف حالك؟ كيفك؟ الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. كيف أنتي؟ ما شاء الله عليك جميلة جميلة مديرة يخليك. مدرسة وجميلة تسلم. أحسن من مديرة مدرسة مش جميلة تسلم. الله يبارك فيك حفظك إن شاء الله. تفضل زين فضلك. مين مس حياة؟ مس حياة مس حياة يمكن جديدة على المدرسة العلمية الدولية. أنا إلي بس سنتين هون هاي تاني سنة بس. نعم. أنا مش جديدة بالتربية والتعليم. نعم. أنا إلي بالتربية والتعليم بمنطقة أبو ظبي لمدة أكثر من 20 سنة كسينيور أدمنستريتور يعني كمديرة وكنت بالأول نائبة مديرة أكثر من 20 سنة ما شاء. فأنا معروفة هون ولا فخر معروفة بمدينة أبو ظبي وبس جديدة طبعا على العلمية الدولية. أوكي هلا بالنسبه ل طبعا انا بديت مدرسه بالاول مش مديره و the good thing about me انه انا اتنقلت بالتدريج من مدرسه لرئيسه قسم لرئيسه سكشن لنائبه مديره وبعدين صرت مديره يعني بعد طول انا اخذت خبره اخذت خبره بكل مجالات الشغل الموجوده في حياتي. وين دراستك؟ وين استويتي؟ شو وين؟ اوكي
أنا بديت بالكويت، أنا دارسة بالكويت ومتخرجة كيمياء من جامعة الكويت، وبعدين كملت ماسترز من جامعة الكويت، وبعدين اجيت على الإمارات. بالإمارات بديت شغل في، اشتغلت في مجال تاني خالص بالكويت، كنت مجال أبحاث. نعم. بس أنا اجيت لهون غيرت اتجاهي والحمد لله كنت ناجحة. تستاهل. طبعا كتير في كان في إعداد من دورات إعدادية ومن كورسات حضرتها أثناء عملي بمهنة التدريس. ما شاء الله. وبعدين أهلتني، يمكن هاي الدورات يمكن أشياء شخصية مميزات شخصية أهلتني. أنت كبرت مؤهلة كل ما فيه شيء مميز. تسلم، الله يخليك. ما شاء الله عليك. أوكي. وبعدين مثل ما قلت لك درجت المناصب خلال الفترة الماضية، أخذت كمان ماجستير في الإدارة المدرسية. ما شاء الله. أوكي. فيعني عندي 2 ماسترز، واحد بالإدارة المدرسية والثاني في مجال دراستي الأصلي. نعم. هو في العلوم في الكيمياء. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. متزوجة وعندك عيال؟ عندي عيال. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. اوكي. فعندي اولاد مجوزين وعندي احفاد. الله يبارك لك فيهم. الله يخليك. الله شرف بشوفك. تسلم، الله يخليك. حياه، شو الشيء اللي تقدمون للطلاب؟ احنا مدرسه نظام امريكي مثل ما عارف انت استاذ خالد. نعم. النظام الامريكي بنتبع منهاج اسمه منهاج فيرجينيا، اللي هو من اقوى المناهج الموجوده في امريكا، معترف فينا كمدرسه من منظمه اسمها ادفانس اد، اللي هي منظمة تعليمية معروفة عالميا بأمريكا. بيعملوا إعادة اعتراف، أخذنا الاعتراف من زمان من أكثر من حوالي 15 سنة، بيعملوا إعادة اعتراف كل 5 سنوات. آخر إعادة اعتراف كانت بنوفمبر 2018 وحصلنا على إعادة الاعتراف من هاي المنظمة. بنقدم بالإضافة للبرنامج الأمريكي بنقدم برنامج تاني اسمه Advanced Placement. Advanced Placement هذا عبارة عن مؤهل بيحتاجوه بعض الطلاب مش كلهم. نعم. ليلتحقوا بالجامعات. فبنعطي Advanced Placement للطلاب 11 والثاني عشر في مواد الرياضيات والعلوم حسب احتياجاتهم، يعني مش مفروض على كل الطلاب بس على الطلاب اللي محتاجينه للجامعات. نعم. أوكي. هلأ في المستقبل تخطيطاتنا، في المستقبل مفكرين نبدأ برنامج الIB International Baccalaureate. International Baccalaureate احنا مدرسة أمريكية بالاصل، فالانترناشنال بكالوريا حتكون بس بالسنوات الاخيره، اللي هي بسموها الدبلومه، انترناشنال بكالوريا دبلومه. متى الواحد ياخذها؟ بعد ال 12. بعد ال 12. بعد ال 12 ما شاء الله. بنكون قاسمين المدرسه 2 ستريمز، يعني اتجاهين، في اتجاه بياخذ الهاي سكول الامريكيه والاتجاه الثاني بياخذ الاي بي الانترناشنال بكالوريا، اللي هي هلا فيري سكسسفول. يعني هذا خيار. خيار. نعم. خيار واستعداد شخصي. نعم. كمان. نعم. اوكي. نعم. هلأ بالنسبة لتخطيطاتنا المستقبلية. أوكي. هلأ تخطيطاتنا المستقبلية بتشمل كتير من الأنشطة اللامنهجية اللي هي بعد الدوام. إحنا ما شاء الله النمو العمراني وصل لمدينة شخبوط، وفي حوالينا مناطق سكنية كتير عم تطلع، فإحنا متوقعين زيادة في عدد الطلاب إن شاء الله. وبالنسبة لزيادة عدد الطلاب طبعا رح يرافقها زيادة في الأنشطة اللامنهجية، وهذا من ضمن تخطيطاتنا. مثل شو مس الأنشطة اللامنهجية؟ مثل مثلا خلينا نقول سباحة. أوكي. نعم. خلينا نقول في كرة قدم، في جودو، في تكواندو، في اللي هي في منتل ماث، اللي هو في كمان تنمية مهارات. نعم. تعليمية. نعم. هذا كله يتم بعد الدوام، بنسميه إحنا نشاطات لامنهجية تتم بعد الدوام المدرسي. فعم نخطط لكتير أشياء رياضية وبالإضافة لأشياء كمان أكاديمية دعم للبرنامج الأكاديمي. Okay. مس بما يختص بالعادات والتقاليد الحرفية. اللي خاصة بالمواطنين. لازم يكون فينا مس ابتدن البنات ينسن العادات والتقاليد، فالأسرة الأم مشغولة، الأب مشغول، كيف يقدرون يمارسون حياتهم وما ينسون الأصول؟ هل في جهات تستعينون فيها تعلم بناتنا وأولادنا العادات والتقاليد من الشيء المخزون الشعبي الإرث؟ احنا بنعمل هالشيء هذا من خلال الدراسة ومن خلال النشاطات اللامنهجية. كيف؟ من خلال الدراسة في عنا برنامج اللي هو تدعيم الهوية الوطنية. نعم. هذا اللي نقصده. اوكي. في برنامج تدعيم الهوية الوطنية الطلاب مش بس بدرس التربية الوطنية، بدرس التربية الوطنية والدروس الأخرى يتم التركيز في شيء بسموه integration تاع المواد التعليمية، فيتم التركيز على الهوية الوطنية، يتم التركيز على العادات والتقاليد. منجيب أحيانا، جبنا مرة شخص جد حاليا هو اشتغل
هذا الشخص اجا واجتمع مع الطلاب وكلمهم عن تجربته في الغوص وعن الصعوبات اللي كانوا يلاقوها وعن المجتمع الاماراتي قديما. كمان جبنا تدعيم التدعيم الهويه الوطنيه، جبنا كمان سيده، السيده هاي كمان جده احد الطلاب الموجودين عندنا. والجدة هاي صارت تشرح للطالبات كيف كانوا يعملوا ملابسهم بنفسهم. يعني ما كان في ملابس جاهزة بالإمارات أيام زمان، كانوا عم بيعملوا ملابسهم بنفسهم. نعم. كيف كانوا الأشياء، الطبخات اللي كانوا يطبخوها، هذا شيء جميل. أوكي. جميل. فهي وعت الطالبات على أمور كتير يمكن هن كانوا يسمعوا فيها أو ما يسمعوا فيها، يمكن كانوا يسمعوا فيها بس أعطتهم تفاصيل زيادة. نعم. حتى جابت أشياء من عندها من البيت ورجتهم شو كيف كانوا يصنعوا ملابسهم، الأداة اللي كانوا يستعملوها لصنع الملابس، الأشياء اللي كانوا يستخدموها لتخزين الأكل. فكرة نحن الحين لو وصلنا عند المديرة ويينا ويلسنا في هالمكان الفنان، الموضوع مش ما يخصه في المدرسة، ما تقول أنك أنت في مدرسة، الموضوع كأنك جالس أنت في مكان معزول. روحه الإدارة قسم، روحه منفرد على يم من شفت السكيورتي وين وصلت والاستقبال واللفت، وهذا يجي دري، هذا قسم كل الإدارة، يعني اللي داخل واللي ظاهر ما يخصه في الطلبة والطالبات شيء حاجب، لا أنت تشوفهم ولا هم يشوفونك، يعني مبنى منفصل روحه بينهم وبين هذا معزل، يعني ما هذا ما يشوف هذاك. هاي الإدارة روحها من المديرة لين الناظرة لين سكرتيرة المديرة لين مليون مكان ومكان لك. أنا ما بروم أوبل أصور الأماكن كلها، أنا أصور الأماكن اللي تهمكم مس حياة. نعم. أنتم مدرسة، أنت الناشنال يعني عالمية. صح. إنزين، شو اللوادم اللي عندكم، من وين الناس؟ إحنا عندنا حوالي 75% أو أكثر من الطلاب مواطنين. نعم. نتيجة لطبعا الموقع، موقع المدرسة في حوالينا كلها مناطق سكنية، مدينة شخبوط والباهية وبنياس والشوامخ ما شاء الله والشامخة. هي والله. أوكي. فكلها مناطق مواطنين، فإحنا تقريبا عندنا مس هاي كلهم كانوا إيراننا الأول في أبوظبي داخل. أوكي. هي والله كانت أبوظبي لام العالم هاي كلها سبحان الله، وكبرنا وكبروا عيالنا وعيال عيالنا وبهاتنا وتفرقت الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فحاليا الشريحة يعني احنا انترناشنال ان ذا سنس ذات عندنا جنسيات كثيرة، احنا عندنا غير المواطنين عندنا 21 جنسية مختلفة، في جنسيات عربية، معظم الجنسيات العربية الموجودة من الأردن ومن فلسطين ومن مصر، وفي جنسيات أخرى كمان اللي هي من لبنان، في جنسيات أجنبية، في عندنا من كولومبيا، في عندنا طالبة من كولومبيا، في عندنا طلاب من أمريكا، في عندنا طلاب من كندا، فيعني المدرسة فيها جنسيات مختلفة. هذا طبعا اللي هو الاختلاف في الجنسيات هذا إشي ممتاز أكيد أكيد بالنسبة للطلاب. الطالب بيختلط بطلاب آخرين من جنسيات أخرى ومن باك جراوند أو من خلفيات حضارية أخرى. طبعا الطالب يستفيد الانترناشنال، هذا هو الكونسبت تاع انترناشنال. انترناشنال يعني معناها خليط من الجنسيات. طبعا احنا بنحافظ على خصوصية المواطنين الموجودين في المدرسة، بمعنى انه احنا ملتزمين بالفصل بين الطلاب والطالبات. عندنا حسب ما راح تشوف اخ خالد هلا، عندنا قسم الطالبات مفصول فصل تام عن قسم الطلاب، حتى البلاي جراوندز تاعتهم، حتى الساحات مفصولة، حتى نقاط الدخول والخروج من المدرسة كمان مفصولة، في باب للطلاب وباب للطالبات. فهذا طبعا من ضمن تقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هو عدم السماح بالاختلاط بين بالذات المراهقين. فإحنا ملتزمين بهاي السياسة 100%. البريك تايمز عندنا 4، يعني الأولاد بينزلوا بريك غير وقتهم غير وقت البنات، يعني في 2 بريكس للبنات وفي 2 بريكس للصبيان، كلهم منفصلات. كلهم منفصلين بالضبط. عندنا كمان في غرفة صلاة، مش مسجد، هي غرفة لأداء الصلاة، في واحدة للبنين وواحدة للبنات، فهاي كمان احنا مراعينها لما الطلاب بدهم يصلوا أثناء الدوام أو بدهم يتدربوا على الصلاة أو على الوضوء، في أماكن مخصصة للطالبات وفي أماكن مخصصة للطلاب. مس حياة، الطاقم المدرسين مدرسات من وين اللي عندكم؟
احنا عندنا جنسيات مختلفه بس احنا حريصين جدا على توفير النيتيف سبيكرز اللي هن شو يعني نيتيف تريد يعني المتحدثين باللغه الانجليزيه كلغه ام. بالنسبه للطلاب الكي جي اب تو جريد 3 يعني كي جي 1 كي جي 2 جريد 1 جريد 2 جريد 3 عندنا كلاس تيتشرز عندنا مدرسه صف تقوم بتدريس كل المواد ما عدا طبعا اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه. احنا حريصين انه المدرسه هاي تكون نيتيف سبيكر. فعندنا من شو يعني نيتيف سبيكر again native speaker يعني متحدثة باللغة الإنجليزية كلغة أم. يعني هي أصلها إنجليزية مثلا أصلها إنجليزية أو أصلها أمريكية أو أصلها hey. من South Africa نعم. European South African. فهدول بيكونوا بالذات إحنا حريصين إن نوفر لكلاس teachers native speakers يعني متحدثين باللغة الإنجليزية كلغة أم عشان الطالب ياخد اللغة الإنجليزية من منابعها. وهذا الشيء كمان بهم أولياء الأمور. هاي من grade من كي جي اب تو جريد 3. هلا من جريد 4 اند اباف طبعا عندنا تنوع بالجنسيات. بالنسبه للغه الانجليزيه عندنا خليط يعني ممكن نيتيف سبيكر ممكن يكون مدرس اصله عربي بس يتحدث اللغه الانجليزيه بطلاقه وطبعا بيكون مؤهل وعنده خبره. وفي مدرسين كمان من مختلف الجنسيات العربيه الاخرى بيدرسوا المواد الاخرى اللي هي اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه والساينسز والماث. كلياتها هي يقوم بتدريسها طاقم متميز. الطاقم هذا مؤهل وعنده خبرة طويلة وإحنا يعني ننتقي المدرسين بكل تأني وحريصين أن يكونوا مدرسينا من خيرة المدرسين الموجودين في دولة الإمارات. شكرا جزيلا على حسن الاستقبال وبارك الله فيك. ما ودي أظهر عنك أدري أن عندك اجتماع وقلتي لي قبل شوي برا التصوير قلتي لي مستر خالد نحن عندنا شوي شغل يريت لو تخفف سناباتك شوي. لا 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 يا سيد خالد ما علي سامحيني. شكرا شكرا شكرا. معن وين بنصير الحين سعد؟ بنصير معرض الجامعات الـ University Convention Grade 11 Grade 12 في الساحرة الرياض إن شاء الله. خلاني أنا اختار ان اقابل المديره قبل. شو السبب؟ لان بكون المديره انك تقابلها وتكون بهالشخصيه مثل هالنمونه يعني نسمع ما شاء الله شخصيه مميزه مثقفه ما اخذت اداره التدريس مني لا اخذتها بالشطاره وبالترتيب يعني من الارض ابتدت سلمه سلمه ليه وصلت الى مديره مدرسه. شهادتها ومكان ما أخذت الشهادة وين عاشت وين سكنت وين تربت هاي في أشياء هذه تشجع أولياء الأمور يحطون عيالهم في هالمدرسة لأن أي شيء من شخصية المديرة تنعكس على جميع الطلبة وجميع الكادر التعليمي حتى من أكبر واحد في المدرسة لين أصغر واحد كلهم هاي يستفيدون من خبرات المديرة فتلقطهم مثل الأسرة الوحدة لأنها هي زينة مثل ما شفتوا. والله أني ما ودي أفارجها. مستواها التعليمي وثقافتها تنعكس على كل الكادر اللي عندها فلذلك الكادر يكون متناسق متجانس ومتعايش ومتسامح في آن واحد. وصلنا إلى معرض. معرض هذا كان بالصدفة حاصل وحين ما شاء الله علم جميع البنيات موجودات في المعرض فبحاول أني ألقط أي شيء أصوركم إياه أو شيء من المقتطفات الجميلة اللي ما شاء الله عليهن الله يحفظها. جامعة أبو ظبي. نعم. وفي عندنا كمان جامعة العين. نعم ما شاء الله. فهاي مجموعة من الجامعات هي اللي نعم. في معرض الجامعات نعم. اللي إحنا مقيمين للطلاب لدعم نعم. الطلاب توجيه نعم. الطلاب لتحضيرهم نعم. للجامعات. نعم. جريد 10 و 11 12 هذول مجموعة من الطالبات لجريد 11 وجريد 12. نعم. إحنا بنحضرهم ونوعيهم للجامعات بنحاول نقدم لهم البرامج. يعني؟ أي نعم نوعيهم بالبرامج والتخصصات الموجودة في الجامعات مثل جامعة السوربون. وسوق العمل شو يحتاجوا؟ مثلاً الطلاب بحاجة لدراسة الطب أو الهندسة أو البزنس أو الإنجينيرينج فإحنا بنحاول نعطيهم الخيارات والبرامج في هاي الجامعات. فصراحة إحنا بنحاول كل أسبوع كل أسبوعين نعمل أبديت للطلاب والطالبات بحيث إنه يشوف التخصصات المرغوبة ويشوف البرامج اللي هي بتقدم للطلاب والطالبات. فإحنا بنحضر الطلاب بحيث إنه يختاروا التخصصات من الآن.
لذلك فمن جريد 11 وجريد 12 لابد أن الطالب يكون على دراية بإيش التخصصات الموجودة في سوق العمل. مندوبين الجامعات بيقدموا البرامج والتخصصات المطلوبة. ففي عندك مثلا جامعة السوربون، جامعة أبوظبي، جامعة العين والجامعات الخاصة، وفي جامعات حكومية. الأسبوع الماضي إحنا قدمنا لهم مجموعة من الجامعات الحكومية في أبوظبي والإمارات السبعة، فكان عندنا مجموعة من الجامعات. الآن الجامعات اللي ما حضروا الأسبوع الماضي الآن موجودين، بيقدموا هاي الفقرات، بيقدموا هاي البرامج والتخصصات للطلاب، توعية للطلاب بالتخصصات اللي مطروحة مطلوبة في سوق العمل. نعم، فلذلك بتلاحظ انه يعني هذا الامر مهم للطلاب جريد 10 11 و 12. فهم الطلاب بحاجه انه باستمرار على توعيه دائمه بالتخصصات المطلوبه في سوق العمل. فمثلا عندك جامعه سوربون في عندها برامج جديده، جامعه ابو ظبي، جامعه العين، الجامعات هذه دائما تقدم البرامج وتقدم وتسوي لهم ابديت كل استمرار أسبوع كل اسبوعين بالضبط، كل اسبوع او اسبوعين. يا هلا، هذه مثلا جامعه ابو ظبي وهي جامعه سوربون. الحين قاعد بحاول هاي تبع جامعة بوظبي. السلام عليكم. السلام عليك. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من أمك بتكلمني؟ مثل ما بدك تفضل. زين زين، الحين البنيات هيا سات وياكم. نعم. شو الخدمة اللي أنتوا تقدمونها للبنات؟ نحن نكلمهم عن الجامعة، عن الميجرز اللي عندنا في الجامعة، الريكوجنيشنز، الاكريديتيشنز، وشو شو بالميجر بس يتخرجوا، الوظائف والسيرفيسز اللي عندنا في الجامعة والاختصاصات. ايوه اكيد الميجرز. عن الاختصاصات وعن شو الخلاف، شو طموحات البنات؟ ايوه مثلا هاي البنية شو كان طموحها؟ ان شاء الله طب هي او هندسة ان شاء الله. ما شاء الله. وين تفضلي، جامعة جامعة هاد جامعة ابو ظبي ولا سوربون؟ لا ابو ظبي ان شاء الله. وانت ان شاء الله بعد ما تكون انجينيرنج بس يفتح تخصص بابو ظبي ان شاء الله. انت صيدلة؟ وانت قانون؟ ما شاء الله. وانت مو بايومتك انجينير؟ هاي كلكم بتصيرن عند جامعه ابو ظبي ان شاء الله. في اسئله سالتوهن تبع جامعه ابو ظبي وما ما حصلتن جواب؟ لا لا، كل اسئلتكم تجاوبت عليهم. شكرا جزيلا. انت ما خبرتيني شو اسمك؟ نوف. نوف ما شاء الله عليك يا نوف. وانت ساره؟ ها ساره. ساره بارك الله فيك. شكرا. نوف انت من وين؟ يمنية. شكرا جزيلا. ميرا انا ما بصور وجهك. ميرا انت من اي صف موجوده؟ انا من كي جي 1 من 2007. ما شاء الله عمر يعني. مبسوطه في المدرسه؟ هي الحمد لله. وايد زينه ولا عاديه؟ لا وايد زينه. والتيتشرز والله كلهم محترمين وكلهم يعني وايد اوكي ويانا ويساعدونا وتي. الحمد لله الحمد لله. يعني انت راضي كل الرضا؟ الحمد لله. ما في شيء تبين اضافه على المدرسه؟ لا ما تفكرين ان يسوون شيء مش موجود؟ ما ادري، احس ان كل سنه يحسين يطورون شيء يعني يزيدون كل سنه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جزاهم الله خير. شكرا. انت في اي جريت الحين؟ اخر سنه ان شاء الله. الحين انت وين جالسه؟ جامعة السوربون. بس جاي استفسر، بس انا ما بدخل جامعة السوربون، بدخل طب جامعة الامارات. لكن جاي تبي تعيشين جو معاهم في الاجتماع مال جامعة السوربون، تشوفين شو عندهم، ممكن تغيرين رايك. يمكن. عفرة السلام عليك. انت مندوبه من جامعة السوربون. ليش جاي الحين عند البنيات؟ عشان استقطب الطلاب عشان يدخلوا عندنا الجامعه. شو الشيء الجديد عندكم؟ شو المميز؟ عندنا وايد تخصصات، عندنا قانون، اقتصاد، إدارة اعمال، جغرافيا وتخطيط، history of art and archaeology، history، physics، yeah, business and languages. ما شاء الله. And French literature. انت فيك عروق من العين ولا شيء ولا تروالي؟ نقول ولا ما نقول؟ كيفك؟ ما ادري. شي خصك هو؟ يقرب لي. ايه. ابراهيم توفيق يخصها. دمه خفيف. وايد فنان. الله يسلمك. شو تشوفين؟ شو تشورين على البنات؟ I recommend يدخلون على الجامعة لأنه بيكون عندهم مش بس اللغة الفرنسية، بعد لغة ثانية. كيف؟ مثل شو؟ يعني أنت يوم بتدخل عندنا الجامعة لازم تأخذ اللغة الفرنسية. نعم. شروط الالتحاق في مدرسة في جامعة السوربون ضروري أنه أول شيء تعلمن فرنسي صح؟ هي اللغة الفرنسية سنة كاملة. ضروري هذا. لأن تخصصاتنا كلها بالفرنسي إلا الفيزياء. أها. واللي جايب 80% وفوق. نعم. عندنا منحة من الشيخ محمد بن زايد تدخل جامعة ببلاش. ما شاء الله. ما شاء الله.
انت وين كملتي دراستك؟ جامعة سربون تخرجت منها. ما شاء الله عليك، الله يحفظك. هاي ابو البناتنا نحن ما شاء الله عليهن، الله يحفظهن. فانا بعد ما قواك انت يا اهل يابسه. اي مبسوطات المدرسه؟ وايد فنان ولا عادي؟ قولي انا الصدق. والله؟ من دوزة. والله ما ادري عن كلمه شو. لا في ما عليه يا سجل عاده. سمعا شو اللي ما بيعزلكم؟ في شيء ما بعيبكم؟ في شيء حلو في المدرسه؟ اكيد اكيد والله مدرسه فنانه. قولي والله انه وايد يعلمونا اشياء في الجامعه بنستفيد منها. الحمد لله الحمد لله يا ربي ما كثرك انت تبارك الرحمن. الله الله يحفظكم ان شاء الله. السلام عليك. وعليكم السلام. انت من وين؟ فلسطينيه. تمزحين؟ والله كيف توقعت انك انا من الدار؟ كيف يعني؟ لاني تربيت في هاي البلد وكنت في هاي المدرسه من يوم كنت في كي جي 2. تعلمت يعني وتعرفت على وايد بنات وايد ثقافات، وكان في وايد ناس يعني حوالي من جميع الدول، فالكل يعني صار في انفتاح على بعض الناس والطلاب، كلنا كنا متعاونين سوا. ويعني حسبتي اكتسبتي اللهجه؟ ايوه. العادات والتقاليد وكل شيء. هي في العادات يعني صار نعرف ان لك كيف طريقه التعايش مع الناس هنا وكيف الناس تتعامل مع بعضها. انت مولوده هنا؟ مولوده هنا. اي مستشفى؟ الكورنيش. الكورنيش هي الحجم هذا لازم ما حد يولد غير فيها. ما شاء الله عليك الله يحفظ. مبسوطه في المدرسه؟ هي وايد. شو الشيء اللي ما بيعزلك فيها ولا كل شيء جاي؟ لا لا كل شيء حلو الحمد لله يعني، من كي جي 2 في المدرسه وللحين، والبنات كلهم طيبات والاداره كلها منيحه. والله اقول لك تاثير 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 بناتنا اكثر حتى على البنات ما شاء الله اللي جايات من شرق الارض ومغربها. فاستوى التعايش، فاستوى عاداتهم تقاليدهم نفس عادات تقاليد هالدار. يا الله يا رب تحفظها من دار. زينب شو الاختلاف في خلال سنتين؟ اي سنتين؟ في السنتين هاللي طافن شو التغير حسيتي؟ في شيء المدرسة؟ شي في المدرسة الفاسيلتيز تغير وصار في اكثر طلاب و الاشياء نفسها في المدرسه، الاكويبمنتس والاشياء نتعامل معاها تغيرت يعني الى الاحسن. يا في تطور هي. ما شاء الله ما شاء الله. وشو تسوون انت كل كن شو يمعنكن الحين سير ندرسن؟ يلا يلا مع السلامه بنات. يلا صورن. يلا يا ويلي ما يبي يصور يخبري خير ان شاء الله. ليش ما تبى تصور؟ فنان وغاوي رقم واحد. امسحي عين الفيديو؟ لا عادي خذ راحتك. اشكر فنك. ما بتخبرون اساميكم؟ انا ابو محمد شخصيا. انزين ما شاء الله عليك. يلا عدوا عاد. والنعم. ابراهيم القبيسي. والله مليون والنعم. والله والنعم. والنعم. بدر العبيدي. عبيد بن سعيد الفيربي. والله مليون والنعم. ما شاء الله ما شاء الله. وانت ابوي والله والنعم والله مليون والنعم بجاسم. ما شاء الله عليك الله يحفظهم ان شاء الله. ما في المدرسه هالقرقعه وهالصدع وهدي انا شوفوا ما في اختلاط. البنات يدخلن في يم والرجال يدخلن من يم. ما في حد يمشي عدال الثاني. كل حد ابوي روحه. كلهم معتزلين كلهم معتزلين. ما شيء حد بنيات غير والشباب غير. روحهم كل حد مدخل روحه ومخرج روحه. ما في اندماج ما في اندماج. اعتقد شيء اندماج يمكن في اليهال صغار، لكن الكبار ما ظني. اشوفهم ما شاء الله كل حد روحه كل يمه بيمته. شو ما شاء الله. شو عرفكم بصلاح؟ صلاح هي بيتنا. ايوه انتوا لقيكم في بنياس انتوا. ايه ايوه عند خالتي فاطمه. هي انت ابوي حي صلاح ما كنت مسوي له. صلاح ما يصير عند حد الا عندكم انتم. زين ليش ماينا؟ احنا متى ما ياكم؟ من شهرين. اسمع يا صلاح لازم تصير عندكم عمو فاطمه هناك بنياس. يلا الحين بيك ان شاء الله. تعال تعال الحين انت رمسني وخبرتني انت منو؟ عبيد بن سعيد الحيربي. والله والنعم والنعم والنعم. في اي كي جي؟ كي جي 12. ما شاء الله عليك. مبسوط في المدرسه؟ نعم. يلا الله يحفظك يبارك فيك. وانت؟ محمد الكثيري. ما شاء الله مبسوط؟ ايه. في نفس الكي جي وياه؟ لا انا 11. انت 11 عيت بين انت اكبر عنه. الله يحفظك. وهذا لقاء الله يحفظكم مع وليات الامور او الريايل اولياء امور الحريم وليات الامور صح؟ شو بتخبرني عن من المدرسه وعنايتها في عيالكم؟ شو تشوفون الوضع اللي انتم فيه؟ وايد ممتازه.
من أي ناحية؟ في كل شيء؟ كل النواحي. يعني ما في مضايقات لبنيات عيالكم ما تجي تشتكوا من ال؟ مبسوطين وياهم؟ إيه الحمد لله. كإدارة مدرسة نظافة ترتيب؟ الحمد لله. ماشي وقعات مستواهن التعليمي؟ لا الحمد لله. وقت الصلاة وقت الأكل وقت الشرب؟ كل شيء أوكي. الحمد لله الحمد لله. شيء تبين توصلن شيء للإدارة أروم أبلغهم؟ لا أدري. كل شيء زين؟ كل شيء تمام. بارك الله فيك. سامحوني عادة. الحين نحن رايحين على grade 5 في عندهم STEM project learn by doing اللي هو التعلم بالمشاريع. شو يعني تعلم بالمشاريع؟ اللي هو الطلاب بيتعلموا. سلام عليكم. كيف الحال؟ شو هذا الفصل ماله؟ شو تعلمون؟ شو راوكم؟ شو يعلمونكم؟ منو اللي بترمس لي ممكن؟ مني ممكن هبة الريح اللي بترمس وبتخبرني أنا وين وشو هذا؟ شو هذا؟ نسوي مشروع علمي حق العلوم شو يسوون؟ يعني شو المشروع العلمي؟ عبارة عن شو؟ إلكترونيك بينتينج. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طريقة الاطلاع بالكمبيوتر. صح صح إلكترونيك. شو اللي سويت إنه راوني إياه؟ أقدر أشوف؟ وين؟ هذا الحين عبارة عن شو؟ هذا عبارة عن شو؟ كربون إيه؟ مع الماي. كربون وماي. كربون وماي وصمغ. ويستوي صبغ. شيء الحين اللي علمته البنات هذا؟ علمناهم إنه الإلكترونيك إلكترونيك بينتينج طلاء بالكهرباء. نعم. بيتم عن طريق الأكتيف كربون اللي هو كربون بيسمح بالموصليات كهرباء. نسوي لهم كمان مقارنة بينه وبين الفحم العادي الكول العادي. الكول فيه ريزيستنس عالية فما بيسمح بالكوندكتيفيتي. الاكتيف كربون بيسمح بالكوندكتيفيتي في موصلية كوندكتيفيتي اللي هي موصلية الكهرباء. يعني نوع من الطلاء يوصل الكهرباء نوع الطلاء يعني عازل الكهرباء. بالضبط. يعني اذا سويناه في دائرة الكترونية او دائرة كهربائية بيسمح بتوصيل الكهرباء كأنه وايرات موصلة كابلات موصلة. وهو صبغ. وهو صبغ مصنوع من من الكربون. يعني هاي ورشة عمل يعني. ورشة عمل أيوه. بارك الله. شكرا. منو منك بتشرحين شيء عندك؟ شو؟ إحنا دخلنا نتعلم على الإلكتريك بينتينج. So this is a mixture of active carbon and water and glue. So we mixed it so it would be liquid and added it like that. And this one it measures the electricity. So we are gonna paint by electricity. بارك الله فيك. شو اسمك انت؟ حبيبة. شكرا يا حبيبة. شكرا يا حبيبة. حبيبة الحبوبة. شكرا بنات. يلا سلام عليكم. مع السلامة. قولوا لي انت دارس عندهم؟ ايه. من اي صف لين اي صف؟ درست من صف السادس لل 12. ما شاء الله. يعني بتخرج انت من هنا؟ ايه. وحاليا؟ الحين بدرس بجورجيا. لكن دارس هني عندهم. انا خلصت من هنا. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. شو تخصصك الحين؟ انا ميكانيكي انجينير. ما شاء الله عليك. شو رايك في المدرسه وطاقم؟ والله تمام 100%. كنت مبسوط عندهم؟ إيه. الله يوفقك ان شاء الله حبيبي. اول بعد شو اسمك؟ فاطمه محمد الزعابي. والله والنعم فطامي. سبعه نعام. باي صف انت فطامي؟ سابع. ما شاء الله عليك. مبسوطه بالمدرسه؟ هي وايد فنانه. قولي والله. والله ترى اللي يتد بيصير النار. لا والله فنانه غاويه المدرسه. ما شيء ما حد واجع ولا حد يفاتر ولا شياته؟ ما شيء اندماج بين الاولاد والبنات؟ لا كل حد روحه. هي فنانه المدرسه. انت بكبرك فنانه. اشكور. هذا اللي حفظكم مختبر مال الكمبيوتر وعندهم درس وان شاء الله انا ما بناخذ من وقتكم. السلام عليكم. وعليكم. كيف الحال البنات؟ الحمد لله. كيف انتم؟ السلام عليكم. السلام. ايش حالك مس؟ الحمد لله. الله يسلمك. شو اللي يميز كمبيوتر هذا؟ انا يميز كمبيوتري بالسيستم اللي عندي عشان يعمل مراقبه للاجهزه الطلاب يبعث لهم فايلات. نعم. يقبل منهم فايلات يعني كونكت بيني وبين طلابي. اتوقع هذا مش كل مكان عندها الـ لا مش كل المدارس كل مدرسه يعني ممكن. يعني المس تكون موجوده هي وتعرف على كل تابلت من التابلتات اللي عند البنات شو تسوي البنت في التابلت او دخلت وين او طلعت من وين او شو الاجراء الشيء اللي سوته يطلع عندها مراقبه كامله عندها. اي هذا مضبوط. شكرا مس. يا اهلا وسهلا. شكرا. يا اهلا بنات. عفوا.
السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ مس الحين شو هالمجسم؟ هاي المجسم مال من بعد ما طلع عام التسامح. Exactly. This is a competition that we have designed for the students to show their creativity in designing the year of tolerance logo. And actually this competition took place before the official logo has been announced by Sheikh Mohammed bin هذا مال عام التسامح. Yes, بعد ما طلع مال سنة عام التسامح. Mm-hmm. كل واحدة من الطالبات سوت مجهود روحها. منو؟ Okay, yeah, we will start with this lovely girl. Okay, شو اسمك؟ يارا. يارا شو سويت أنت في عام التسامح؟ I took place in designing the year appliance logo. Which one? Here. ما شاء الله. All these your work. ما شاء الله عليك. ماري سلام عليكم. شحال حبيبتي؟ شو سويتي؟ وين اللي سويتي انت مع عام التسامح؟ الله 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 ما شاء الله يا مهاري. كل الفنان شغلة حبيبتي اللي سويتي. هي لا 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 يو نيفر مس ان شاء الله. منو اللي ساعدك مهاري؟ روحك انت سويتي هذا كله؟ ما شاء الله عليك. كم يوم خدتي؟ يومين تبارك الرحمن. في البيت ما حد صحح لك؟ ما حد ساعدك؟ منو ساعدك في البيت؟ روحك؟ ما شاء الله عليك شطوره. ماريا انت وير دو كم فروم؟ كولومبيا. ما شاء الله عليك يا ماريا. وات ديد يو دان؟ Okay, what does it mean? This one is the year of tolerance. Hey. And this one is for love and also together we can. Thank you, Maria. Welcome. Huh? Aliasar. Alia? Aliasar. 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 اسمك Aliasar? ما شاء الله عليك. شو شغلك راويني اياها اللي سويتيه؟ هذا ليش؟ شو معناته هذا حينه؟ ايوه الحين الفيق هالعصفور العلم مال الامارات هذه يعني الامارات كلها تسامح التسامح صح؟ شكرا حبيبتي شكرا شكرا بنات. شيء بترمزين عن شيء؟ يلا قولي نورا. A logo for that year. This competition took place before the official logo has been announced by Sheikh Mohammed bin Rashid. شكرا جزيلا. Thank you. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. أهلا شباب. سلام عليكم. ها؟ ما أسمعك. خالدي. كيف عرفت؟ عشان أمي تشوفك في السناب. قول والله. والله. سلم على أمك. إيه شو تسوون توحينا؟ أول بعد شو اسمك أنت؟ مانع. مانع شو ياس ترسم؟ أنت ما دوله. إيه وأنت؟ أنا خالد. والنعم بالسمي شو ترسم؟ يا ربي يا خالد. يلا خبريني شو تسوين؟ شوفون نحن الحين هذا في صف الأول. صف الأول زعيج وبغيم السنين الأولية. الحين لا يعلمونهم بكل ما يملكون من قدرة من سلاسة وطريقة تدريس جميلة ويعني يحس الطالب كأنه في بيته ما في مكان غريب. فلذلك تحس بحميمية بين الطلبة والمسات والتيتشر. تيشر عبد الانجليزي ما شو تيشرز إيه. شو اسمك انت؟ ما اسمعك. زين يا ربي ليش النفسي الحبيب؟ شو اسمك انت؟ محمد علي النارو. والله مليون والنعم. وانت؟
وين نعم وانت خلادي تسمي عاد الفنان هيد زين بس خالد نقمني انا خالد ما بخلادي يلا ما شاء الله عليهم الله يحفظهم شو اسمك انت شو اسمك شو اسمك ساره ما شاء الله عليك يا ساره وانت شو اسمك ابراهيم والله مرحبا ابو خليل وانت والنعم والنعم شو يسوون رسمه الله 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 يا سلام الله 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 نايس هاند مدرسة متكاملة فيها كل شيء صالات وتعليم إلقاء الشعر ساحات خضراء وايدة ملاعب للممارسة الممارسات الرياضية بعد موجودة مصلى للذكور مصلى للنساء للبنات للأولاد كل شيء موجود مكتبات عامة توجد بعد عندهم غرف للموسيقى زائد مختبرات للكيمياء عندهم مكتبة ما شاء الله طولها طول عرضها عرض لجميع الأعمار مثل ما تشوفون مكتبة جميل وغاوي وفنانة وضخمة هاي ما علي أصورهم السلام عليكم كيف الحال اللي منكم ما تبى تصور تخبرني إلا ها زين بعد لا بوكم ما بعطاتيني ويوه كان كيف حالك سعد كيف أنت الله يسلمك يحفظك الله يبارك لك فيهن هالبنيات الله يحفظهن هذا وقت معين للفصل هذا استاذ ولا شو نعم شو المستفاد منه يعني بالعادي هم ممكن يعني حسب الماده احيانا يعني اشياء متعلقه بالماده احيانا ممكن الغراء الذاتي يعني وقت الفراغ يعني تقصد بالضبط اللي هي وقت الفراغ السبستيوشن احيانا نعم اذا كانت الحصه هي الحصه الرسميه فبكون شيء متعلق بالماده إن شاء الله شكراً أستاذ الله يحييك شكراً بنات الحين اللي جالس يحصل العلامات مال البنيات وهاي هي المدرسة السلام عليكم إيش حالك مس الحمد لله شو تفيدينا البنات ماخذين حصة ريدينج عدنا إياها مرة في الأسبوع أوكي بيجوا يقروا وبيرجعوا عندهم حصة في الأسبوع أوكي عندهم إنجليش وعندهم عربي نعم يقرأ مرة عربي ومرة أسبوع الثاني يقرأ إنجليزي القراءة هاي اختيارية ولا في تخصيص أنت من عندكم؟ هم بيختاروا شيء من المكتبة والمكتبة غنية في كل شيء صح. الأدب الإنجليزي الأدب في كل شيء شو ما شاء الله وهذا هني شو مكتبة يعني عامل من كل شيء كل إنسان على حسب reverse يعني ما في لا رايمينج نعم و it's called a poison from a distance نعم السم من بعيد but you can see it here and here sometimes in dreams and sometimes a reality only you can see it it's invisible no one can know or see or observe that you want it maybe it rejected your love and maybe it doesn't know that you want it. It's me Thank you. شكرا جزيلا بنتي بارك الله فيك في الارت ديبارتمنت هي لازم نوديك اياه يعني بسير ليش لا بسير ليش لا نحن ياسين بهالبنيات هاللي شوي كبار هدخلوا الاطفال لا حس ولا نس ابدا صمم بكم والله ولا لهم حس ولا سمعت لهم هيس ما كانهم يمشون ما شاء الله عليهم الأول واقوي بقيمة واحدة حين وصلوا عيالنا إلى قمة الأدب بطريقة الدخول والخروج من مكان إلى آخر يمشون بين الصفوف ما شيء زعيج شرات الأول لو تحيدون نحن لحقنا على وطر زعيج وبقيمة حين هذا كله ما شيء منه
ما شاء الله يبقى تلتن وحده. يلا يا رب انك تحفظها. السلام عليكم، كيف حالك؟ مسحين البنات اللين اذا ما يبن يقرن بالكتب، هل بامكانهن يعني بس هالكمبيوترات الحين للدراسه او لقراءه القصص؟ اثنين، فيهم يستعملوا مشاريع، في ناس بتعمل بروجكتات وهيك وكذا، وفي ناس كمان بتجي عشان ننطقها في الليرنينج. نعم. فيهم يفوتوا يقراوا قصص وكذا بس ما شاء الله. شكرا شكرا مس. السلام عليكم بنات. نحن داخلين مختبر الكيمياء. السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف حالكم شباب؟ شو تسوون؟ نسوي سنجل ديسبيسمنت رياكشن. يعني تبع شو؟ نبدل متل مع المتل، انه عندنا تو كومباوندز، بدل متل مع المتل نشوف شو بيطلع. كيميائيا يعني. ايوه زين. شيء عملي نقدر نشوفه؟ نعم. هلا انت شو اللي حطيت الحين داخل؟ الحين حطينا احنا الكوبر هي مع الكوبر سلفيت هي. اوكي الحين ما تغير شيء، بدنا نستنى شوي قبل ما نشوف النتيجه. هاي شو عاده يستوي هذا؟ نوت شارج، ما يصير شيء. انت شو يعني شو اللي بستفيده هنا الحين؟ اوكي هذا لا انت شليت انت هذا وحطيته في المحلول هذا. اوكي بدنا نستنى شوي لانه مرات يحتاج وقت ليتفاعل. وفي الخلاصة وإذا تفاعل شو يستوي الناتج؟ مرات لون ثاني يعني يتغير لونه يعني. يعني مرات يتغير لون، مرات يطلع غاز ها، ومرات يظل تحت بس يصير فيه بسبتيت، يعني في شيء سوليد تحت. ايه زين. شو اسمك أنت؟ بسام. وأنت؟ يزن. ما شاء الله عليكم. أنتوا نفس الشيء تسوون؟ احنا قاعدين نسوي دبل displacement. This is when an element in a compound replaces another element in another compound. شو انت؟ هاي زبد شو؟ هاي a precipitate forms، هي يعني شيء صلب. هي. شكرا. الحين الصلب هذا كان سائل واستوى صلب؟ كان سائل بعدين صار سوينا والله اثنين من مادات هذول. خلطناهم. والله؟ ياخذ وقت هذا ولا بسرعه؟ لا هيك بسرعه. يلا الحين تقدرون تسوي شيء مره ثانيه؟ بس هون بدهم صوديوم كلورايد، فنجيب وحده هاي نحط 3 ملي صوديوم كلورايد. انزين بدهم بوتاسيوم نايتريت. انزين هذا الحين سائل. هذا السائل بيستوي الجماد. يعني تطور ما شاء الله ما شاء الله، العلم تطور والمدارس تطورت، هبل تطورت ابوي الموديلات والكنادير والسير والي، لا حتى في البدايه في العلم من يتعلموا العيال تعلمت امه لا اله الا الله كلها، ولا الاول يا ابو هذا كله ما شيء من الموجود، ما شيء من الموجود ابدا. مس كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. شو اسمك مس؟ هبه. هبه تبارك الرحمن. مصرية؟ لا أردنية. أردنية وهبة في؟ سبحان الله. الله ياجركم إن شاء الله، الله ياجركم إن شاء الله ما شاء الله. مختبرات فيها جميع الأشياء التي تحتاجها الطلبة. الله الرسم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ما بصور لما حد يبقى تصوير، ما بصورك. شو تسوين؟ احنا هذا نسوي ريسايكل، هذا مشروع ريسايكلينج التواير والهرو. مسوي هذا سامبل سويناه قبل خلصناه. يا سلام. يا طاوله او كرسي عادي؟ ايه انا افضل ان الطاوله. هو طاوله او كرسي يستوي. ايه انزين لك اللون اللي فيه ما بيلصق فيه الكنادي اللي بيسوي؟ لا سبراي عادي نشف وعادي وما يلصق. هم منو مسوينه؟ نحن مسوينه. ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم. إعادة تدوير عبارة إعادة تدوير، قوم قلنا لكم كل شيء فنان تعلم منه البنات. وانت شو تسوين؟ الزجاج. ما شاء الله. وانت؟ عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله عليك. تلاقيهم عند الإدارة اللي عند المدخل. صورت تنول بمايي. انت مسويتنهن؟ ما شاء الله عليك حبتي. ما شاء الله ما شاء الله.
البنات وهذه زميلاتي في الصف. انت شو اسمك؟ صورت ما بصورت. سلام عليك. ها ولادك؟ حليل بساعة. ما شاء الله. قال ما يتابعك. يعني الله يحفظك. أنا وأمي ما شاء الله. أهل أبوه ويدته الله يحفظ كلهم يعني. كل اللهم لك الحمد. الله يحفظك إن شاء الله يبارك. شو رأيك في المدرسة؟ والله تمام. صراحة أنا نقلت ولدي يعني من إمارة لين إمارة ومن مدرسة لمدرسة. نعم. الحمد لله الحمد لله. الله يبلغ فيه. اثنين هني. الله يبلغك ان شاء الله فيهم عرسان يا رب العالمين. سلمي على هالبيتك كلهم ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم بنات. كيف الحال؟ منو ممكن هبه الريح اللي بتخبرني شو ياسين تسوون؟ شو ياسات تسوون؟ كلكن ابا وحده. يلا شو تسوين الحين؟ اول بعد شو اسمك؟ انا حصه. والله والنعم 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 بحصه. An experiment to see the chlorophyll inside the leaves. So we're smashing this spinach, we're damaging the cells, so chlorophyll will be released. Hey, أكيد. Yes, but then and then we take alcohol and add it to the spinach. Hey. And then we put it inside the filter, so a liquid would be here. And then we would use the light to see if it reflects red. And if the light reflecting, that means that the experiment went wrong, that we did something wrong. And that's the whole experiment. We're trying to see that if the chlorophyll is inside. شكراً. محبة تخبر أنت منو؟ أنت حصة صح؟ okay. وأنت؟ سارة. وأنت؟ رينا. بعد دبل سلمة. يلا شكرا بنات. أدري إني وايد طولت في التصوير لكن المكان يستاهل ويرزق التصوير والبنات يشجع إن الشخص يصورهم والأولاد كذا الأمثال ومكان يشرح الخاطر يعني هذا مش شيء عادي أنا بمر عليه مرور الكرام. موضوع مثل هذا لازم يتسوى زي ما زي. السلام عليكم. كيف الحال؟ أنا وين الحين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا كل شيء فنان تسمعوني يا الحين. يلا واحد اثنين ثلاثة. يوس بعد ما شاء الله عليكم. شكرا جزيلا. تستاهل إماراتنا هالأغاني الغاوية وهالشيء الفنان كله.
سعيدين الله يحفظكم. الحين مكان مال الزراعة، يعلمون الطلاب طريقة الزراعة، الزراعة المبتكرة الهيدروفونيك، هاي طرق زراعة جديدة. فانصدمت طريقة مخاطبة الأطفال، الأول ياهل هالكبير وتلقطه يلتش يوم يرمس، الحين يرمسون بطلاقة، يعدون قصيد، يتكلمون في حوار، في عز، في شطارة، في مخاطبة، في تقبل للشخص الآخر، في اندماج، في تسامح، في ألفة بين جميع الطلبة. فهذا شيء وايد ممتع وجميل، فوق عن الجميل، كان شيء فوق عن الجميل، فهذا هو. السلام عليكم، كيف الحال؟ أول بادي أساميكم. فاهمة؟ فاهمة شو سويت أنتي من هذا كل حينة؟ أريد أعرف شو اللي أنتي إنتاجك روحك سويتي في الزراعة المائية؟ الزراعة المائية لازم أول شيء نحط هذا الدواء اسمه نيتران. نعم. سلوشن. نعم. في الماء ولازم يكون 10 ملي. نعم. بعدين نحط النبتة. أول بادي البذرة ولا النبتة؟ البذرة. البذرة وخلاف تسوي نبتة. زين. نعم. وهالنبتة تكبر وتزهر. لأنها ما عندها سويل. وهذه مساعدة للبيئة، لأنها ما عندها أي سويل. نعم. وهي أسرع من النبتات اللي أنت. وين أسرع، هذه ولا اللي مزروعة في الحديقة برا؟ هذه أسرع. أكيد. زين، تتغذى سيدة على تحصل غذاء، ما تجلس تكافح وتتعب نفسها لين تحصل تغذية. نعم. الدواء لازم بعد كل يومين نغيره. 10 ملي للمجموعة هذه كلها. نعم. هاي الحين كم؟ 1000 ملي. هاي 1000 ملي يعني تكفي مدة طويلة. وترمين تزرعين كل شيء فيه صح؟ أيوة. مثل عندكم مثل النعناع المكسيكي والنعناع العادي. نعم. ومثل هالفراولة بعد هناك. أيوة الفراولة، وفي بعد فلفل. هذا الفلفل. أيه. هذا الفلفل في كل شيء موجود. ما شاء الله. خس. نعم. تقدر تستخدمها اي شغل. ما شاء الله. شكرا بنات، شكرا جزيلا. مس مس شو البنيه هاي شاطره ولا طلابي بنات جريد 6 ار بيرفكت. نعم. وحطوا لي يعني باي اكتيفيتي بشكل ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. الله يخليهم. عم يهتموا بالبلان. هذا احسن شيء، احسن شيء ماي في الدنيا الزراعه. بارك الله فيكم، شكرا، سلموا على اهلكم. السلام عليكم. وير اي ام هير؟ هاي عياده ترى عندهم، عياده صغيرون، والله ما بصغيرون، عاده حجره، عاده في المدارس الوقت الاولي حجره، كان هاي عباره عن عياده طويله عريضه، كم غرفه؟ غرفه، غرفتين، ثلاث، وهذا قسم من هناك من غير، واخر شيء غرفه الدكتوره هني. نايس تو ميت يو. ثانك يو فيري ماتش. يعني كل شيء للفحوصات الأولية، حد يعيتن الدورة ولا يرح ولا طايح ولا متخرطف ولا شياته، ولا أنه أمورهم طيبة لين يخلصون الإجراءات. Thank you very much. Thank you. أنت شو اسمك بالكامل؟ محمد فارق مبارك مايد محمد بن حفظان. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. وين ساكنين؟ بالفلاح. فنان المدرسة؟ ايه. قول الصدق. كل شيء فنان؟ خالد. حارب. حارب. حارب شرات خالد صح؟ اي كي جي؟ مو تابعني في بيتكم؟ مو كل ابوك ولا الصدق؟ ابوك ما يتابعني؟ حبا منو انت؟ محمد. لا الكامل. محمد اخوي احمد الجمهور. والله النعم ما زينك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك؟ خليفة. بالكامل. خليفة أحمد محمد شيف علي صالح من المحرزين. والله والنعم. أي كي جي؟ 5B. ما شاء الله عليك. شو اسمك؟ زياد ياسر عبد الفتاح إبراهيم. والله؟ أحلف. والله. كذاب. والله. شكلك ما يقول زياد. أكيد زياد. أحلف. والله. منو؟ شو اسمك أنت؟ محمد ياسر. محمد، أنا توقعتك
انت اكيد مصري؟ ايه. قول والله. والله كلام هالامارات كيف يعني؟ انا عايش وقت طويل في الامارات. واصدقائك؟ اصدقائي برضه امارات. حفظك مكتب نباندرا. السلام عليكم. الحمد لله. What is the new here in your school? Something new. We're planning on moving over to a digital platform. So what we're trying to do is go fully paperless from grades 9 to 12. And then come the next academic year, we're going to roll it out further. So it's an exciting development for kids learning. And kids love it. Thank you. Thank you very much. No, thank you. Thank you. أستاذ عبد الرحمن، شو الاعتمادات الدولية اللي عندكم؟ أو المعادلات والموازنة بين الشهادات؟ أي نعم. إحنا بنحضر طلابنا الامتحانات الوطنية وامتحانات دولية. نعم. الامتحانات الوطنية اللي بنعملها للطلاب اللي هي الامتحانات اللي من خلالها يكون الطالب لما يتخرج من جريد 12 اللي هي زي الامسات. نعم. المات والفيزيكس والكيمستري والبيولوجي. هذه امتحانات وطنية تقدم، أو كل طلابنا سجلوا من شهر 9 وقدموا كل هاي الامتحانات للمعادلة الشهادية. شهادة الجريد 12 لا تعادل إلا لما الطلاب يعملوا امتحانات الإمسات. نعم. بالإضافة إلى في امتحانات السات والآيلتس، كل طلابنا جريد 11 و12 بيعملوا امتحانات السات والآيلتس. بنشارك كمان بالامتحانات البيزا والتيمز. امتحانات البيزا والتيمز هذه امتحانات دولية، بالإضافة إلى امتحانات الماب تيست اللي هي ستاندرايزد إكزام. فكل طلابنا، جميع طلابنا بجريد 12 بتخرجوا، فبكونوا مباشرة جاهزين للمعادلة، بتكون جاهزين شهادات الطلاب، جاهزين للمعادلة من الوزارة، بكون جاهزين لدخول الجامعات. قبول الطلاب وكيفية التسجيل؟ قبول الطلاب عندنا بالمدرسة من خلال الويب سايت. نعم. الأونلاين. الطالب بيسجل، بإمكان يسجل عن طريق الأونلاين أو يجي على المدرسة شخصيا. نعم. يسجل، مطلوب منه أوراق الأوراق المطلوبة، بالإضافة يخضع لامتحان القبول في مادة الماث والإنجليش والعربي، بالإضافة إلى أنه في عنده مقابلة شخصية حسب القسم المختص. هذا بالنسبة لقبول الطلاب. بالإضافة للطلاب المتفوقين بيكون في عندنا لهم مجموعة خصومات للطلاب المتفوقين. طريقة التسجيل سهلة ومريحة جدا عن طريق الأونلاين أو بالحضور شخصيا للمدرسة. بإمكان بموعد، يمكن يعمل موعد في المدرسة اللي تحديد موعد الاختبار القبول في امتحان دخول انترانس اكزام. هذا الامتحان يعني يحدد في يوم معين، يكون موافق لأولياء الأمور وموافق للمدرسة، بيصير خلاله بعد أيام تطلع نتيجة الطالب بالقبول إن شاء الله. من النوادر أي الجم العصر، والحمد لله رب العالمين، لأن البحر راقب من وقت شبعان رقال، أموري طيبة في حياتي اليومية، دنيا سهالات، فلذلك الله يحفظكم إن شاء الله اليوم إني بخلص من وقت وبرد أكملكم موضوع المدرسة اللي اليوم كنا في عندها مسوي لها التغطية، وبنخبر عن أشياء نحن ما خبرنا عنها، ولأن ما شاء الله مدرسة تستاهل أن الواحد يتكلم عنها بكل ما يملك من قوة من الأشياء الزينة اللي موجودة فيها والخدمات اللي يقدونها والخصومات على كم بطالب، وايد أشياء زينة أنا ما وحاري أطريها، لكن إن شاء الله ان اليوم بيلس وبطريها انا والخبير، وناهيك على الله العارف وين بسير اليوم، علم الله ان شاء الله بيكون يوم جيد مثل كل يوم. يعني في شيء معلومه لازم تعرفها. نعم. نحن اول شيء سلام عليكم. عليك السلام. كيف حالك؟ شو اسمك وعلومك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. اسمي هشام نور الدين، من ويف السودان، من الخرطوم. بارك الله فيك. حياك. في معلومه لازم تعرفها، نحن في وقت من الاوقات استوى. نعم. بيتنا. نعم. كان في البطين. ايوه. كان يوم من ايام الله مثل كانك في السفاره السودانية. ما شاء الله. ليش؟ ليش؟ وحدة من خواتي مسوية صالون. أيوة. فالموظفات واللي اشتغلن كلهم من السودان. هي سنابين ثلاث انقطع من هذا، ما طاعن يظهرن. الحين كان سألتن قلت بعدلكم السالفة من يد ويديد. عن السوداني هاللي السالفة اللي كنت رمس المساعة وخبركم عنها. إنه يعني بوقت المناسبات يتيامع عن كل هنيين عند حياة مايا في البطين، بيتنا، بيت الأهل، بيت العائلة يعني. كان كلام هذا قبل 12 13 سنة. فمن كثر السودانيات الليين كل العرب يتحرون بيتنا، نحن أجرين على السفارة السودانية أو جهة سودانية من كثر السودانيات اللي كانن يجي البيت. فكانت يا ست ممتعة وخفة الطينة وحنة وسوالف، وعندك ودونك المرأة السودانية
يا لسه وايد جميل ولطفاء واخلاق ودين وخوف من الله وكلمه لا اله الا الله ما تخوز من ثاميه. فكانت حياه ما تحبهن بزياده على اللزوم. الى الله يغفر لها ويغفر لها ويغفر لامه محمد اجمعين. فتذكرت الموضوع حين تلاقيت ويا الريال اللي هو كان ويا حرمته تو معرس كان بعد حرمته اشوفه شكله محناي فتوقع معاريس حتى هو الريال محناي فتوقع معرسان يداد الله يجمع ما بينهم ويرزقهم الذرية الصالحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش حالك اخوي؟ كيف صحتك؟ انا عيالي في المدرسة هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني ما يحتاج تعريف. مدرستها ما شاء الله عليها يعني جدا 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 مدرسة جميلة. الادارة جدا اسلوبهم مراقب. انا عيالي في عدة مدارس من ضمنها المدرسة الله يسلمك وجدا جدا مدرسة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ردود فعل فاقت الخيال من أولياء الأمور اللي في المدرسة. كل يشكر وكل مبسوط ويتني بعد ردود أفعال ناس كانوا يدرسون فيها واحتدوا إن هاليوم هاليتم تحولوا منطقة ثانية تحولوا هاي اللين عمان كذا عائلة. فمتغمضين على عيالهم إن فارقوا هالمدرسة يقولون فارجين كأنهم فارجين أمهم وأبوهم. الباسات باسات العيال اللي توديهم وتيبهم يلحق فيها مراقبة كاميرات من داخل الباص ومن خارجه الباص هذا زين. والإشعارات بالمسجات في وقت الوصول وقت الخروج وقت اللي ينزل الولد أو البنية عند باب البيت كل هذا بمسج وبرسائل. في حال تأخر الطالب في حال سار الطالب في حال يد الطالب في حال أي شيء حتى الياهل يوم بيضربها طرقة تضربها طرقة ولا حمى ولا حيس ولا أبو خبيث ولا ينه بمهات الدنيا ولا أي شيء سيدي دقون أبوي حق الأهل ويطرشوا لهم المسج وبتعبلين أبوي من عيالك بزين ما زين. المدرسة في منتهى الروعة مدرسة وايد جميلة وفنانة ونظيفة وسمعتها من أروع ما يكون. دورت أي زلة أي غلطة دورت لو حتى مغزب إبرة لو مغزب إبرة شيء غلط في مدرستهم ما فيه لا من المدرسين ولا من الكادر التعليمي ولا الإداري. في منتهى الروعة المدرسة راقي ونظيفة وشرحة شرحة ومعاملة الطلاب مع المدرسين والمدرسات التحرك كأنهم ياسين في بيتهم. اللي عنده بطايق حماة الوطن واللي عنده بطايق فزعة هيك عن خصم الخالدي بطايق فزعة خصمهم 25% حماة الوطن وخصمهم 30% اللي بيصير بيقولهم أنا أبوي عن طرف الخالدي بعد بيعطونا 25%. قلت لهم رفعوا 30 ما طاعوا ما يستوي. المهم فكل شيء زين عندهم وكل شيء فنان وكل غاوي. وفي نص البلاد في نص البلاد سيايرهم يداد وفنانات واللي يوصلون العيال بعد فنانين ومكانهم نظيف مكانهم نظيف وايد فنان وأسعارهم بعد زينة في متناول يد. مساكم خير ونور وسرور. عندنا خريريفة يعني نشاط ولا في يرقاد باكر ما عندي لا شغل ولا ضمن. قلنا بنعد عليكم الخريريفة. الخريريفة عبارة أسطورة من الخراريف أي خروفة عبارة شيء من الأساطير رمسي يعني يا غير القصة هي القصة الواقعية الحديثة الصدقية يعني. لك الخروفة عبارة أسطورة. الأسطورة هاي أسطورة الطير. الطير هذا عنده له ثلاث أسامي أم كنت والبومة والنقاقة. كل هالأسامي هاي محلية إماراتية. بومة
نقاقة أم كنت. والمتعارف عليه الله يحفظكم أنه أم كنت أي النقاقة أي البومة تعيش في البيوت المهيورة، البيوت اللي مبدرة من طرف أهلها ومهيورة البيوت، أو تسكن في البروي. البروي بالأخص البروي اللي ما عليها دوس، ما حد يقربها، هذا مسكن أم كنت. نادي الشارجة الرياضي في الشارجة مشاهدنا بري، اسمه بري مانع. بري مانع في السبعينات أو نهاية الستينات اشتهر أنه في بومة تسكن في هذاك البري، وكل سكان هاي المنطقة يعرفون أن البري هذا ساكن ثنة بومة. ومن القصيص اللي الأول مشهورة في الإمارات يطرون الطيور، من ضمنهن النقاقة هاي اللي هي البومة. البومة هاي وين ساكنة؟ ساكنة في بري مانع في الشارجة، مشاهد نادي الشارجة. وكل هالعرب تعرف قصته، احنا نقص لكم قصة البومة اللي ساكنة في وين؟ في بري مانع. فبري مانع هذا الله يحفظكم المفرخة والبنيات يتحذرون ان يخطفون من عداله او من اطرافه، كل ما خطف حد من الفروخ خطفوه بعيد عنه. شو السبب؟ يزيقون تطلع منها اصوات شيء عوي ليل ونهار، بالاخص من عقب صلاة المغرب بين المغرب والعشاء حد يعوي في هاك البري. وكل سكان اطراف الشارجة، الشارجة القديمة هاي المنطقة يسمونها، ما يخطفون عدال بري مانع. والسب الشو يتروعون من الأصوات اللي تظهر من وين؟ من بري مانع. هذا واحد من الشباب الله يغفر له توفى يعليه الجنة، اسمه سرور الهامور. في السبعينات عندهم سياكل سيكل بيدر ويخطفوا يرباعته قبل المغرب قرب البري، ويوم يخطفون هاك اليوم تأخروا لين قرب المغرب، رباعته يبون يضكون جدال البري، قالوا تحملوا انت سرت وقرب البري بتيكم النقاقة اللي هي البومة اللي هي ام كنت بتظهر لكم. قالوا له هذا الكلام ما بصحيح، ما شي نقاقة. قال لا هاي النقاقة موجودة، وهذاك هاي دريشته، دريشة النقاقة هاي وين تظهر؟ وما تظهر الا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء من يظلم الوقت ومتعارف على البومة، ما تطير في النهار ما تطير إلا في الليل. وهذا واحد من المفرخة يسمونه حميد صار حق أمه، قال مايا ترى سرور الهامور يزيغنا، يقولنا النقاقة بتي من فوق بتظهر من الدريشة مالت البري، بري مانع. شو يا مايا هاي السالفة صدق لو كذب؟ قالت لي يا أبوي أنا ما أدري، هذا سرور الله العالم به، ما وين يجيب لكم هالخريريفات. وتمت في خاطر هاك الوليد زايق، نش يوم عدى نهار ثاني زايق الولد، قالوا للنقاقة. المهم تلاقوا يسرو، قال بخير والديك يسرو انك تخبرنا شو قصة النقاقة هل انت الباحث زيغنا بها، هل هو هالموضوع صدق ولا كذب ولا انت روحك مألف؟ سرور قال لأبوي أنا ما عندي خبر هالسالفة هذه، أكان أمزح مخبريني. قال له حميد منو خبرنا؟ قال ما يوم خبرتني. قال عيل دخيل والدي خلني أسير عند أمك وبتخبر عن القصة، بيجتني الفضول. عنده الحميد عنده حب استطلاع قوي. مش أبوي سرور وشل حميد وساروا عند أم سرور. مايا هذا حميد هو وعجزني من كثر ما يتخبر عن النقاقة، دخيل والديك يا مايا ينك وخلالك عيونك ينك تعدين الخروفة على حميد، حميد أبوي بيعرف خروفة النقاقة. قالت لي يا أبوي النقاقة هذه قصتها قصة طويلة عريضة وحين بخبرك بها. قالت لي أبوي شي حرمة، شي حرمة في أطراف الفريج وعندها وليد صورة ربه، صورة ربه هاك الوليد صغيروني الله مرزجينها هاك الوليد اللي ما استوى شرات اثنين، يا غير هاك الولد ما يصخ يزق طول الليل، طول الليل يزق وطول النهار يصيح، لا ليل ليل ولا نهار نهار
من الصياح. واللم شو تسوي؟ استاذت من حشرات الولد. آزمة تريه تريه ري البلاء، وتازم تضرب على ثمه لين يتخدر يفقد الوعي ويسكت. يوم تصير على هاي الحالة نش يزق مرة ثانية، وهي تعيد الكرة ثاني وثالثة على هالمنوال طول الوقت. الشهر 30 ليلة من يزق الولد بغته، ومن يدوخ وسكت ترى ساكت، ترى مدوخ وما بدنا ساكت حينه خاز عن العوق. هي ما في قلبها رحمة، تضرب على خمرة راسه وتلطم على وجهه ويختل يختل، تضرب شرات أم الديفان شرات يفقد الوعي، فلذلك يعني يتم صاخ لين يرد له وعيه، يرد يزق ويصيح مرة ثانية وتعيد الكرة وعلى هالمنوال. وفي يوم من أيام الله يتهي حاله ما بصاحية الحرمة، الحرمة مستلبسة والله انها في العقل، ياها ضغط في نفسها تي روحها منقير ويعراس وينبها واطراف فيعورنها. وابتدى الولد يصيح ونشي ودبقيه وصاح، وهي هالألم وراسه يعورها شرات المستلبسة وتدبقه. شدة الدبغ هالمرة ما أفقدت الوعي، شو سوت به؟ أفقدت الحياة ومات الوليد. مات الوليد ولد شهرين ثلاثة، مات فارق الحياة من كثر الدبغ، ويدها الله بالمستعان مرزبه مبيد. مات الوليد، مات الوليد، ما عرفت وين تدق براسها. حركت حرك بغيت بغات ينبي يستنبي أبدا، لا حياته لمن تنادي. ينينونها ينينونها الحرمة، أظهرت بلي شيلة كشت طايرة تضرب ساعة شرق ساعة غرب، ولا تعرف وين الله حاطنها. تهفج شرق غرب عندك دونك، تحوط بين السكيك راسها طاير حالة تلالله. مشت أبوي وزبنت في وين؟ في البري. بري كنت يا مانع ليه في وين؟ في جنتية الشارجة، مشاهد نادي الشارجة في الشارجة القديمة هالكلام في الستينات. عازمت أبوي على هالمنوال 3 أسابيع 4 أسابيع، زابنا في هذاك البري، لا أكل لا ماء لا عندك لا إليك. خات لختلتن وحدة في هاك البري، ولحد يدري بها وين أرضها وين سماها، تخبروا عنها شرق غرب مني عقب أبوي ما دروبها. وهي أبوي من دس في البري، في بريك شو أنت يا مانا. يوم ييها الليل ينينونها ظلمي ويوع وعطش، 3 يمعات 3 يمعات 21 يوم وهي على هالحالة، ظلام ويوع وبرد وعطش، 4 نمونات في وقت واحد. شو اللي يخليها ما تظهر؟ بتروعه ان هلها وهالبلاد يدروبها انها اللي جات للصغيروني ويجتلونها. فينت وهي داخل بريمانة، ضربها شرات الخفاف ينبونها ربية تقاصرة، زاد ابويه ينان هينان. يقولن رواعي الشارجة ان الحرمة هذه عقب ما خطف عليها وقت من الزمان استلبست الجان، وحولن ينبها الى ينب بومة اللي هي النقاقة اللي هي ام كنت، يغير ويه البنادم ويهه هي تم روحه. يوم يعديها في الليل ظهرت ابوي في دريشة البري، وآزمت الصيح على ولادها، الصيح على ولادها، فاستورقت الفرجان اللي هناك، زاغوا من هالبنادم، لا هو بنادم لا هو بومة لا هو علم أسبتي. آزم البنيان بعيد عن بري مانع لين اليوم ولين بكرة، ما شي قربها بيوت بري مانع لين اليوم ولين بكرة، كل من بنى يبنون بعيد عن بري مانع، وهذا سبب عدم البنيان والمناطق السكنية قرب بري مانع. وهذه هي قصة من قصيص هالأول وخراريفهم في الشارجة، يعدنها على عيالهم قبل ما يرقدون، أو اللي يبون القصد من القصة إن ما يبون عيالهم يظهرون يصيرون جدا الأماكن المهجورة
لأن الأماكن المهجورة والأماكن اللي ما فيها ما عليها دوس مكان خطر، مكان مش مأهول في السكان، هذا بعد مكان خطر بالأخص للصغارية اللي عمارهم بين 3 سنين و9 و10 سنين، فيتروعون على عيالهم فيهددونهم إنها في النقاق وهال في البومة وبتيكم مدويس وبييكم بودريا وبييكم مادري منو وبييكم مادري منو، والدنيا مطردة. يلا تصبحون على خير، بس عاد عليكم.